عبارة عن 4 أفدنة مقسمة إلى جزئين، جزء مكشوف عبارة عن 10 أحواض للزراعة، وجزء مقطع عبارة عن 4 صوب للدراسة. طبعا الهدف منها ان احنا بنعمل بعض التحسين الوراثي لاصناف من العلف اللي هي بن 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 بنشوف فيها ان هي اسعارها اقل واقتصادياتها اقل في التكلفه، وفي نفس الوقت بتدينا عائد كبير جدا في القيمه الغذائيه. لان طبعا التغذيه يا فندم بتمثل حوالي 65-70% من تكلفه الحليب او اي انتاج حيواني، وطبعا بتعتبر العائد الاقتصادي المؤثر في الانتاج طول السنه وخاصه في فصل الصيف. عشان كده يا فندم جبنا اصناف من العلف لها مواصفات انها بتتحمل الظروف القاسيه زي ملوحه التربه، ملوحه الميه، الارتفاع الشديد في درجات الحراره والجفاف. ايضا بتبقى تكلفه زراعتها بسيطه علاوه على انها استهلاكها من الميه قليل ومقاومه للامراض والافات. من ضمن وطبعا لا تنافس الانسان في التغذيه. من ضمن الاعلاف دي يا فندم مجموعه الاكاسيا والكلندرا واليوسينا واللاريدو. المجموعه دي يا فندم بتتميز بان هي نسبه البروتين فيها بتوصل ل 15-16%، فدي قيمتها الغذائيه عاليه، وعمل عليها تجارب لقينا ان بيزيد كميه اللبن من 14-17%. في علف يا فندم بيسموه علف المستقبل للمناطق الجافه، وده بينافس البرسيم، علف البلو بانك. العلف ده يا فندم اميز من البرسيم في ان هو ارتفاعه بيوصل ل 2.5 متر، ايضا بيدينا من 10-12 حشة طول العام، علاوه على ان هو نسبه البروتين وقيمته الغذائيه عاليه بتوصل ل 18%، لا يسبب اي اضطرابات هضميه للحيوان. اللي اشد يا فندم والاحسن ان هو كميه الميه اللي بيستهلكها اثناء الزراعه بتوازي 50% من كميه الميه المستهلكه من قبل البرسيم. فالعلف بتاع البلوبانك وعلف البني كام الاثنين بيبقوا في نفس المواصفات يا فندم. فلو احنا حاولنا ان احنا دايما نغذي على البلوبانك والبني كام، هنوفر الارض الزراعيه اللي هي بتتزرع للبرسيم يا فندم، ونبتدي نشتغل عليها على القمح ونص الميه، يعني ترشيد ان شاء الله طول العام والتكلفه اقل. ايضا عندنا درجه الملوحه، حضرتك بتتقسم النباتات لملحيه بالنسبه ياخد لحد 6000 بي بي ام. معليك في الاتريبليكس ده العلف المرشح للمناطق الجافه والصحراويه، اتريبليكس، وده يا فندم بيسموه المصطلح بتاعه اللي هو علف المستقبل لسنوات الجفاف. يعني نرجع لسيدنا يوسف، علف السنوات العجاف، بس احنا ان شاء الله نزرع وما يبقاش عندنا اي مشاكل باذن الله ان شاء الله. طبعا في الصوب حضرتك للتحسين الوراثي بيتم بعض اجراء المعاملات علشان نزود عدد الكروموسومات بحيث ان احنا نوصل لاعلى قيمه انتاجيه وباقل تكلفه. اتفضل يا فندم. دكتوره منى، سؤال، احنا وصلنا يعني استنتاجات لها ان احنا ممكن اي من اللي حضرتك ذكرتيهم الاثنين دول ان هم يتزرعوا مفيش مشكله خلاص؟ يعني الثلاثه اللي انت اتكلمت فيهم البروبانك والبني كام؟ ايوه يا فندم. هل احنا مستعدين دلوقتي للزراعه الكميه منهم؟ هو حضرتك احنا زارعينه هنا بالفعل ومستعدين يا فندم. انا قلت لك النهارده هوفر 1000 فدان 2000 فدان 10000 فدان للزراعه دول. هل النهارده عندنا البذور موجوده يا فندم؟ موجوده في مركز البحوث الزراعيه يا فندم. عندنا في مركز بحوث الصحراء يمكن الكميات دي فعلا، والبنوكام بالذات كمان ده يعني منتج معمر، يعني بيقعد بحوالي 7 سنين، وزي ما قالت الدكتوره كده المنتجات دي فعلا بتتحمل الملوحه بتصل الى 6 و7 8000 جزء في المليون، ودي من الميزه بتاعتها ان في انواع كتيره منها بتتحش مره واثنين وثلاثه، فهي بديل للبرسيم اللي هو بيجي في الشتاء. كثير من المحاصيل دي والانواع دي بتيجي في الصيف، وبالتالي بقى أصبح عندنا دورة متكاملة للأعلاف. وإحنا في مركز بحوث الصحراء يمكن زرعنا مساحات برضو 90 فدان في عندنا أماكن كتير في تورسينا. أنا بتكلم لكن بقول لو أنا النهاردة عايزين تاخدوا قرار إن أنت تزرعوا 10000 فدان 20000 فدان 50000 فدان من اللي هو من الأنواع بالذات مثلا اللي هو جفاف وبعدين ملوحة وبعدين إنتاج كبير عالي ومفيد وبرضو البلو بانك اللي بتقول عليه، أقدر تقول لي هتقول لي هقول له ازرع 100000 فدان؟
هننسق معاهم ومع مركز بحوث الصحراء، واحنا عندنا نقدر باذن الله نقدر. بس هي المشكله في لا المشكله في البذور يا فندم، البذور بس احنا زرعنا 150 فدان. تقدروا هنقدر ان شاء الله ان شاء الله ولا نقدر؟ لا نقدر ان شاء الله. لازم ان شاء الله يا دكتور. نقدر نقدر عندنا لو خدنا القرار دلوقتي مش كامله البذور كفلالها دي نقدر نعمل على وصول سنه واتنين بالكتير. نجهز في بذور جايبينها لاكثر من 10,000. يعني احنا ان شاء الله في خلال سنه او اتنين نقدر فعلا نعمل مساحه كبيره. شكرا. شكرا يا فندم. رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاج يبني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهو. عارفين مصر عايزة ايه؟ قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالولي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون مهما يجرى لنهاية الحياة.
تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اللي تحلم بيه وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش يلا يلا نكمل سكة مشيناها يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه خلاص فاضي السكة دكة دكة على آخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين خلاص فاضي السكة دكة دكة على آخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين خلاص فاضي السكة دكة دكة على آخر السكة لسه دكة خطوة جابت خطوة 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 وشوفوا روحنا لفين يلا يلا نكمل سكة مشيناها يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه يلا خلاص فاضي السكة دكة دكة على آخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين خلاص فاضي السكة دكة دكة على آخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين مصر جاية مصر جاية مش ضعيفة لا عافية عشت فيها دكتور السيد فهمي هدبي مدير المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسداد. تم تصميم وإنشاء المجمع طبقا للأعلى المعايير العالمية وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني. المجمع فندم يضم 5 مزارع حلاب بطاقة استيعابية 5000 بقرة وبطاقة إنتاجية 150 طلاب اليوم. ده بالإضافة إلى مزرعة تربية وتسمين تستوعب 3000 راس. سيادتك فندم شرفنا دلوقتي في مزرعة رقم 200 حلاب، ده نموذج معمم على كل المزارع الحلابة. طاقتها الاستيعابية 1000 بقرة حلاب بالإضافة للتوابع، وطاقتها الإنتاجية 30 طن لبن اليوم. تم تجهيز المزرعة بالأنظمة الآلية في مجال الحل والتغذية والتهوية والترطيب والتنظيف والمراقبة عن بعد. المزرعة فندم بتتكون من مبنى أمان حيوي و10 حظائر حلاب و10 حظائر إنتاج ومستشفى بيطري ومستشفى ولادة ومنطقة تجهيز عليا بالإضافة إلى مبنى المحلب الآلي والإدارة الفنية. أساس سيادتك فندم في تفقد المحلب. شكرا.